أحسن الله إليكم. السائل أبو محمد ألف ألف يقول: أنا أبلغ من العمر 40 سنة ولم أحج إلى مكة حتى الآن، يقول لأن لدي أعمال كثيرة، وأسأل عن الآية في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فماذا توجهونني؟ نعم، إذا كنت تستطيع السبيل إلى الحج، عندك الزاد وعندك الراحلة وعندك ما يكفي لأولادك إلى أن ترجع إليهم فاضلا عن الديون التي عليك، إنه يجب عليك المبادرة بالحج، لأن الحج ركن من أركان الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فهو ركن من أركان الإسلام، يجب عليك المبادرة، لأن الأمر للفورية. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. والأصل في الأمر أنه للفورية، ولا يجوز التأخير إلا لعذر شرعي. فعليك بالمبادرة في أداء فريضة الحج، ولا تتكاسل، والأعمال الدنيوية ليست عذرا في ترك الحج، لأن الحج ركن من أركان الإسلام. إذا توافرت شروطه وأنت لم تحج، وجب عليك المبادرة في الحج. نعم.